بنت معي إعاقة ولادي بسبب زواج الأقارب. كنت متطوعة بالهلال الأحمر السوري من 2009 لتاريخ مطلع، وفتحت محل ألبسي بإدليب لمدة شهر ونص. بعد ما طلعت لهون بال 24/4/2012، دميت سنتين بيركي بلا عمل، وبعدين قررت اني افتح محل ألبسي. شارك الصبي وفتحت محل ألبسي 7 شهور. بعد ال7 شهور هون تركت الصبي وفتحت محل ألبسي لحالي. الحمد لله رب العالمين، عندي عائلة أتراك، مشتري تركي ومشتري سوري. الحمد لله رب العالمين، ماشي الحال الحمد لله رب العالمين. أنا قررت ما أعتمد على منظمات أو شيء، أنا ما بتعودي أني أعتمد على منظمات أو شيء، بعتمد على حالي.